وهذا السائل يقول: كيف أخرج زكاة عروض التجارة حيث أن عندي محل تسجيلات إسلامية؟ هل أقدر ثمن البضاعة بالسعر الذي أشتري به أم بالسعر الذي أبيع به للزبائن؟ وجزاكم الله تعالى خيرا. إذا تم الحول فإنك تزكي ما عندك من النقود وما عندك من المعروضات للبيع، تثمنها بالذي تساويه، تقدر أثمانها، تجتهد في ذلك وتخرج ربع العشر. نعم.